مساء الخير عليكم، أرجو الصوت بتاعي عالي مظبوط ولا عالي؟ طب كويس الحمد لله. منورين كلكم، ونبذة بسيطة عني عشان اللي ما يعرفش أنا مين. أنا اسمي فريد محمد خطاب، على الفيسبوك فريد خطاب بالإنجليزي، وأنا معالج بتوازن الطاقة من سنة 2001، ولكن كشهادة أنا معايا بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة القاهرة سنة 1973. الجروبس على الفيسبوك في عدة جروبس. في أول واحد العلاج بالأحجار وتوازن الطاقة بطريقة البندول وفريد خطاب انرجي بالانس، ده جروب تاني، هو الجروب الأساسي اللي هو نمرة واحد ده هو. الجروب التاني أنا عملته كنوع من الاحتياط، لو حصل حاجة للجروب الأولاني يبقى عندنا حاجة نرجع إليها. الجروب التالت هو حوري الحلوين فريد محمد خطاب، وده انا عملته عشان الحلي اللي انا بصممه وبنفذه احطه فيه، وبنستخدم احنا الحلي ده في العلاج ونقل الطاقات. ولو تاخدوا بالكم في 4 صور محطوطين، اول صورة اللي هي على الشمال دي صورتي وانا عندي اقل من سنة 1950، بعد كده 72، بعد كده السنة اللي فاتت، ولكن المستهدف زي ما انتوا شايفين هنا اللي هو 21، وده بنحققه يا جماعة بالعقل والقلب وتوازن الطاقة طبعا. وده سهل، وده اللي انا عملته لنفسي، لان العمليات البيولوجية في سن 21 احسن مما هي عند 63. حاضر. كده الصوت احسن يا جماعة. كده كويس. انا بس بخاف انه يبقى عالي. فدي معلومات بسيطة عن فريد محمد خطاب. الحاجة التانية اللي بعملها كل يوم اتنين، بعمل عيادة نور الحياة للعلاج بتوازن الطاقة، وهي تكون مجانية، يعني قصدي يعني بدون مقابل، يعني غير الدعوات الطيبة. وبنعملها بنقعد ساعتين، من حوالي يا اما من 7:30 او من 8 لغاية الساعة 10، وكل الحاضرين لو لهم طلبات في العلاج بقوم بعملية العلاج، سألهم او اهل البيت اللي موجودين معاهم. بعد ما بنخلص طلبات العلاج بيبقى المجال مفتوح يا جماعة للأسئلة والنقاشات في ما يتعلق بتوازن الطاقة. في انا كتبت كتابين كنت اتكلمت عنهم قبل كده. اول كتاب اللي هو كتاب بيساعد الام والاب في تنشئة اولادهم، How to raise a super kid. والكتاب ده بالمناسبة يا جماعة متاح مجانا على الجروب، موجود يعني از ملف، وممكن اي حد يعمل له داونلود ويستفيد منه يقراه. الكتاب التاني Self Healing Energy، ده بتكلم فيه على توازن الطاقة، ولكن الكتابين بالانجليزي وانا عملتهم سنة 2006. فبالنسبة لكتاب How to Raise a Super Kid نفس المعلومات تنطبق النهاردة او كمان 100 سنة، مش هتفرق. ولكن السيلف هيلينج انرجي الامور تغيرت او تطورت اكثر مما في الكتاب، وعشان كده بنعمل المحاضرات ده هي التعريفية بتوازن الطاقة. في هنا من الحاجات الصور اللي
بتبقى مفيدة جدا، اللي هي الصور العلاجية دي يا جماعة، الصور العلاجية. الصور العلاجية دي يا جماعة يعني أكيد بعضكم شافها قبل كده. فأول واحدة على الشمال هنا فوق دي منطقة الصدر، فتحتيها الرأس، بعد كده الثدي الأيسر، الثدي اليمين، الشعر، الكاحل الأيسر. فلو أي حد من الحاضرين دلوقتي أو من اللي هيشوف هذه الصور ويكون عنده مرض أو ألم أو أيا كان عنده في هذه المناطق، كل اللي عليه ان هو ينظر الى هذه المناطق لمده، لهذه الصور اقصد، لمده 10 ثواني، ويسمح للطاقه بعلاجه. هنلاقي ان فعلا سبحان الله بيتم العلاج لهذه الاعراض. فدي يعني من الحاجات اللي فعلا جميله جدا. وبعدين دي اللي انا قلت لكم على موضوع الحلي اللي بعمله، اللي هو ده عقد، ده خاتم، ده اسورة، ده حلق، ده عقد اخر، بنضع طاقات. هنتكلم المحاضرة الاسبوع القادم على نقل الطاقات، يعني هتقدروا تقيموا هذا الموضوع ونقل الطاقات كيف يكون. كفاية كلام عن الحاجات بتاعتي. فعنوان المحاضرة النهاردة يا جماعة توازن الطاقة العلاجية. طيب دي يا جماعة يعني احنا بنتكلم على توازن الطاقة، هناخدها بس سنة سنة كده من الاول. وبعدين في بعضكم حضر المحاضرة، نفس المحاضرة دي اليوم السبت اللي فات اعتقد او الحد، فلو حد قبل ما نبدأ له اي تعليقات او اي اسئلة من الاسبوع اللي فات ياريت نقولها دلوقتي، علشان برضه احطها في حسابي وانا بتكلم على توازن الطاقة. طب كويس يا محمد. يعني بصوا يا جماعة اعذروني اذا ما خدتش بالي من الكلام اللي بيبقى مكتوب في الشات، لان انا ببقى مركز ان انا على السلايدز وعلى توصيل المعلومة بتسلسل معين، فممكن في بعض الأحيان ما أخدش بالي من اللي بتكتبوه على منطقة الشات ده هي، فاعذروني يعني. فإذا ما ردتش عليكم يبقى أنا إيه ما خدتش بالي. الله يخليك يا محمد. فالتطبيقات الأخرى يا جماعة لتوازن الطاقة عندنا البندول العقلي، وده بالتالي هنتكلم عليه برضو، نقل الطاقات اللي هي محاضرة الأسبوع القادم، نستخدم التوازن الطاقة في الوزن المراد ده في الخميس الأخراني من الشهر، توازن الطاقة للمكان لتحسين العلاقات بين أفراد الأسرة أو زملاء العمل وقاعات المحاكم، بإن احنا بنوزن المكان نفسه في حد ذاته، توازن الطاقة للطيور. يعني كلنا بناخد بالنا، بنبص نلاقي، أو أنا على الأقل عندي ببص ألاقي اليمامة مثلا تيجي، تيجي تقف على البلكونه او على الشباك، فانا لما بلاقي اليمامه جت فبعمل لها توازن الطاقه، اشوف لو في شيء بيتعبها يؤلمها، وبعد ما بعمل لها توازن الطاقه بتمشي. للحيوانات الاليفه، للخيول، التخلص من الفيروسات، بنستخدم الاستغناء عن السكر، بنستخدم طاقه التحليه، طاقه الملح، توازن الطاقة للأكل والمشروبات، طاقة تجديد الخلايا. فالطاقات يا جماعة كتير جدا جدا جدا، وطول ما انتم معانا هتلاقوا ان موضوع توازن الطاقة ممكن نطبقه في حاجات كتير جدا. يعني من ضمن الحاجات برضو يعني فرصة اقولها دلوقتي، كلنا من اول لما بنتولد يا جماعة بنتعرض للوقوع وللكدمات وللخبطات
وللقطع، سواء احنا بنعمل سندوتش مثلا ايه والسكينه جت قطعت عملت جرح في صباعنا، او احنا بنلعب وقعنا على حته قطعه حديد وركبتنا مثلا اتفتحت، اكيد كلنا تعرضنا لكل هذه الاشياء. او شلنا اللوز، عملنا عمليه شلنا اللوز واللحميه اللي بتبقى في المناخير، او ايا كان العمليه الجراحيه. كل هذه الاشياء يا جماعه بتترك خلل في المجال الكهرومغناطيسي لغايه لما يتشال. ولو هناخد بالنا يا جماعه كلنا بدون استثناء بيبقى عندنا بعض الاعراض، نبص نلاقي حاجه عرض جه كده، تبص واحد ايه كتفه وجعه بدون سبب، ونروح للطبيب يكشف مفيش حاجه. فدي بيبقى تفسيرها اللي هي تراكمات الاشياء اللي بتعمل خلل في المجال بتاعنا، فبتضعف بعض المناطق في الجسم. فمن ضمن هذه، فمن ضمن تطبيقات توازن الطاقه ان انا اخد عمري مثلا من زيرو، من اول لما اتولدت لغايه العمر اللي انا فيه، واكشف على كل مرحله عمريه بالبندول، اعرف لو في طاقه سلبيه فيها اروح اصلحها. هنتكلم ازاي نصلحها. فدي حاجه من الحاجات يا جماعه اللي فعلا جميله جدا. وبالمناسبه يا جماعه كل المحاضرات السابقه موجوده على اليوتيوب، لو كتبتوا بس فريد محمد خطاب بالعربي هتلاقوا كل حاجه، كل المحاضرات موجوده هناك. توازن الطاقه للعلاج يا جماعه، كل الكائنات مكونه من خلايا. بالنسبه للانسان احنا كبشر عندنا 300 تريليون خليه في جسمنا، والتريليون بالمناسبه 12 صفر، وكل خليه فيها جزء سالب اللي هو الالكترون، جزء موجب اللي هو البروتون. فلما بيتوجد جزء سالب وجزء موجب بتبقى زي البطاريه، فيتعمل تيار او مجال كهربي يتبعه مجال مغناطيسي، محصله المجالين دول مجال كهرومغناطيسي. فتخيلوا احنا في جسمنا في 300 تريليون بطاريه ليها المجال بتاعها، محصله كل الخلايا دي بيبقى في مجال حوالينا اللي هو المجال الكهرومغناطيسي، وده اللي احنا بنتعامل معاه من خلال توازن الطاقة. يعني انا مش بتعامل مع الجسم، انا بتعامل مع المجال اللي حول الجسم. الجزء الثاني من الموضوع يا جماعة ان في ربنا سبحانه وتعالى قال واذا مرضت فهو يشفي، فربنا هو اللي بيشفي. فطبعا ربنا مش قاعد على كمبيوتر ولا كيبورد لما فريد يتعب او امال تتعب او ايمان تتعب يدوس على الكيبورد اشفي ده، لا، ربنا وضع جهاز بداخلنا، جهاز شفاء ذاتي. الطبيعي ان المجال بتاعنا اللي احنا قلنا عليه المجال الكهرومغناطيسي يبقى شغال كويس، وفي نفس الوقت تبقى طاقه وجهاز الشفاء الذاتي يبقى شغال كويس. ولكن الواقع الذي نحياه ان هناك طاقات سلبيه تاتي من اين مكان، تاتي من السماء، من تحت الارض، من الكواكب الاخرى، من الاشياء المحيطه بينا، من موبايل لتليفون لكهرباء لتلفزيون لريموت للحاجات دي كلها. فلو محصله هذه المجالات كلها مع المجال بتاعي كان لها تاثير سلبي، ومن الاشخاص برضه زي ما بتقول أم، يبقى المجال بتاعي هيتأثر، هيبقى في خلل في المجال عندي. طيب لو المجال بتاعي اتأثر اللي هيحصل ايه؟ جهاز الشفاء الذاتي طاقته تنخفض او كفاءته تنزل. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعالج الايه؟ المجال، نصلح اي خلل في المجال. اول لما اصلاح بعد اصلاح الخلل طاقة الشفاء الذاتي تعلى تتعامل مع اي مرض. وسبحان الله هي دي الطريقة اللي بنعالج بيها السرطان، أمراض الكبد، الفيروسات،
الأمراض النفسية أيا كان نوع الأمراض الوراثية، كله نفس الشيء، كلنا هو ده نفس المبدأ. فأنا لا يعنيني كثيرا اسم المرض، أنا اللي يعنيني اللي هو المجال الكهرومغناطيسي، واللي هو إيه لما بيبقى فيه خلل بيقلل من كفاءة جهاز الشفاء الذاتي. فهو ده الهدف، إن إحنا نعالج المجال الكهرومغناطيسي يرفع لرفع كفاءة جهاز الشفاء الذاتي والتغلب على المرض. بصي انا ما بفكرش كتير في موضوع المسميات، يعني عارفه يا اما ممكن كل واحد يسمي حاجه بالاسم اللي يريحه، لكن انا بتكلم على حاجه علميه هنا، ان كل خليه فيها الكترون وبروتون بتعمل بطاريه بيبقى حولها في مجال كهرومغناطيسي. محصله كل المجالات دول 300 تريليون خليه او 300 تريليون بطاريه، مجال حولنا بقى، واحد يسميه هالة، واحد يسميه أورا، واحد يسميه جسد أثيري، واحد يسميه مش عارف ايه، كل واحد حر يسميه زي ما هو عايز. خدت بالك؟ يعني مش يعني انا ما بقعدش كتير او يعني ما بهتمش كتير بموضوع المسميات زي ما هتشوفوا لما تتابعوا المحاضرات بتاعتي. والحمد لله تم زي ما قلت علاج كتير من الحالات، السرطان وحصل كلى والميه الزرقاء والروماتيزم والنقرس وتأخر الحمل، وحصل تهدئة النفوس في العائلة وفي العمل، وأمراض القلب والحروق، يعني كل ما ممكن تتخيلوه من أشياء الحمد لله له علاج في توازن الطاقة. من الطرق التي تسرع من العلاج هو عمل توازن الطاقة لفترات أطول، ويتم ذلك عن طريق استخدام لوحات الأحجار اللي هي دي، عشان بس أشرح لكم المغزى من ورا دي. فرضنا مثلا إن دلوقتي حد منكم عنده عرض معين، ظهره بيوجعه مثلا، كان أقولها كمثل، وتم وأنا عالجت بتوازن الطاقة واختفى الألم، بعديها بشوية ممكن الألم يرجع له تاني. رجوع الألم معناه حصل خلل تاني في المجال الكهرومغناطيسي، لكن لو ما حصلش أي خلل تاني في المجال خلاص الموضوع خلص، مش هيرجع الألم تاني. لكن لما بيحصل رجوع الألم معناها إن في خلل، في شيء في المجال بتاعنا بيسبب خلل في المجال الكهرومغناطيسي. ما هو المجالات الأخرى لا حصر لها يا أم، ما أنا بقولك في مجالات بتيجي من الكواكب من السماء، في مجالات بتيجي من تحت الأرض، غير المجالات اللي احنا عارفينها اللي بتيجي من الموبايل، أو مجالات تيجي مثلا من الريموت كنترول أو من التليفون. كل ما يعمل بالبطارية والكهرباء له مجالات سلبية ومؤثرة علينا. الحيطة، حوائط البيوت كلها يا جماعة أسلاك كهرباء ماشية فيها، يعني ما ننساش كمان إن يعني من كتر يعني الناس فاكرة إنها بتخدم الناس، إن بيحطوا كوبس كهرباء جنب راسك وأنت نايم، قال يعني بقى عشان إيه لما تحط الأباجورة يبقى قريب. طب ما هو ده مصدر مجال كهرومغناطيسي مؤثر عليا على طول، على رأسي مباشرة. فدي من الحاجات اللي هي مؤثرة علينا ومتجددة طول الوقت. انت تمشي في اي حتة في البيت بتلاقي كوبس كهرباء، بتلاقي النجفة، بتلاقي النور، مفتاح النور، اسلاك اللي في الحيطة، يعني ملهاش حصر يعني. وكل شيء في الدنيا يا جماعة له طاقة وله المجال بتاعه. فأنا أقصد محصلة المجالات دي كلها معي أنا، لو بقت سلبية هتأثر عليا، لو بقت إيجابية هتبقى مش هتأثر عليا بالسلب. طبعا في الأجهزة الكهربية طبعا، يا زي المايكروويف ده من الحاجات
ضاره جدا، لكن ناس كتير ما بتقدرش تستغنى عنه للاسف يعني. فاحنا بنعمل ايه يعني؟ مثلا زي ما انا اديتكم المثل دلوقتي بتاع حد ظهره وجعه. طيب انا بعمل اللوحه الاحجار دي ليه؟ بتبقى يعني نفرض ان حد طلبها مني دلوقتي، بعمل كشف على الشخص وبعمل له هذه اللوحه لعلاج كل النقاط اللي انا وجدتها ساعه لما طلب لوحه الاحجار. فهو مثلا كل لما يحصل المجال، نقط المجال دي يحصل اللي فيها خلل تاني، هذه اللوحه الاحجار مصممه انها تعيد التوازن للمجال الكهرومغناطيسي. زي الصور العلاجيه يا جماعه، نفس المبدا. وعلشان نتفادى بعض الاثار السلبيه من الكهرباء والموبايل والحاجات دي كلها، في حاجه اسمها ستيكرز الطاقه، ودي يعني ممكن تلاقوها في الجروب عندنا فيها الشرح بتاعها وموجوده. طيب هنيجي نتكلم على البندول يا جماعه. البندول له اشكال كتير قوي، دول شكلين مثلا ودول شكلين تانيين، واللي في الصورة ده اللي هو ده، اللي هو الصورة اللي على الشمال اللي هو ده يا جماعة. فالبندول مكون من ايه يا جماعة؟ من ثقل وخيط. مبدأ البندول ايه؟ خيط وثقل، حاجة تقيلة في الاخر. انا اللي بحط الاحجار في اللوحة يا أمام. فهي الفكر ايه يا جماعة؟ البندول، والبندول في حد ذاته يا جماعة ده قطعة من المعدن او الخشب او الكريستال او ايا كانت، وليس لها تأثير مباشر. ممكن كقطعة معدن لها طاقة معينة للمعدن، للخيط، لأيا كان، ولكن هتلاقوا بعض الناس بتكتب تقول لك البندول ده عشان كذا، وده بيعمل كذا، وده عشان العيان بالسرطان، وده عشان العيان بظهره، وده عشان اللي ايه اللي حاجة ضايعة منه، وده يعني ايه، عملوا هالة من الغموض حول موضوع البندول. طبعا هدفهم بيع أنواع كتيرة من البندول، ولكن انا بقول البندول يا جماعه ما هو الا ثقل وخيط، وممكن كلنا نعمله بكل سهوله، نجيب خيط ونجيب حاجه تقيله كده في الاخر ونعمل بندول. يعني ممكن نعمله من خاتم، نعمله من زرار تقيل، لو عندنا زرار تقيل نعمله، لو عندنا قفل صغير نعمله. يعني اول بندول عملته كان من قفل شنطه صغير ورباط جزمه. فالفكرة يا جماعة يعني أرجو أن أنتوا لا تصدقوا ما يكتب على النت أو حتى ما يكتب في الكتب. البندول ما هو إلا بندول ثقل وخيط. يعني إحنا لما بنمسك البندول بيلف، لكن لو حطيناه على ترابيزة لوحده وعلقناه من نجفة ولا هيعمل حاجة، مستحالة يعمل حاجة، ما يفرقش شكله خالص يا محمد. احنا بنستخدم الاشكال اللي بنحبها، اللي نشعر براحة وانا بستعملها. عشان كده ما يفرقش اطلاقا يا جماعة شكل البندول ولا نوعية المعدن ولا الخشب ولا الكريستال. ممكن نعمل من الكريستال بندول حلو يا جماعة، يعني اوريكم دلوقتي. يعني في كريستال ده اهوت يا جماعه، كلكم عارفين كريستال مدور، اهي مدور فيها خرم في الاخر. فلو انا عندي خيط، المهم في الخيط يا جماعه لما تيجي تستعملوا خيط، المهم ان الخيط يبقى سهل ان هو ينزل بين صوابعي. هو ده المهم، ده يعني ده بقيس عشان اعرف نوع الخيط اللي استعمله، ان هو سهل ينزل من صباعي. فبصوا ادي ايه مثلا، ادي ايه الخيط اهو، وادي الكريستاله، وهفوت الخيط اهو بقى بندول اهو.
شفتوا العملية سهلة ازاي يا جماعة؟ يعني الموضوع ما فيهوش سر، عملية سهلة جدا. فأرجو ان انتوا في الاول تعملوا البندول بتاعكم، بعد كده لو حبيت تشتروا تشتروا زي ما انتوا عايزين. ومن المصادر الكويسة اللي عمل بندولات حلوة، كلنا عارفين مقابض الادراج، بتشد الدرج مثلا معين بيبقى فيه له مقبض. لو رحنا الاماكن اللي بتبيع المقابض دي هتلاقوا مقابض حلوة جدا، هتلاقوا اشكال جميلة، فممكن نستخدمها في عمل بندول. ف محصلة الهدف البندول هو التواصل مع العقل الباطن، ملوش هدف تاني يا جماعة، لأن علم الكون كله موجود في عقلنا. كل علوم الدنيا دي كلها والكون وكل العلم موجود عندنا، عند كل واحد فيكم، عند كل بشر مولود على هذه الأرض. ولكن الشق المهم اللي هو جزء البصيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح جزء منه للرؤية، يفتح لك حتة كده يقول لك بصي أو شوفي أو اعرفي. يعني كتير مننا كمان إذا مصلينا يبقى عندنا مشكلة وننام، نصحى نلاقي الحل، والحل جه منين؟ ما هو أصلا موجود، ما يعني هو موجود عندنا يا جماعة. يعني علم الكون كله يا جماعة خدوها كده موجود هنا. فهي قدر البصيرة ومقدار الفتح اللي ربنا بيفتحه علينا، هو ده اللي بيتيح لنا العلم بالشيء. فهدف البندول يا جماعة هو التواصل مع العقل الباطن. ما تنسوش الكلام ده يا جماعة، انا معلش بأكد عليه عدة مرات، لان عارفين بعد لما بقول ابص الاقي حد يقول لي طب البندول ده ايه رأيك فيه بيعمل ايه، فارجع اعيد نفس الكلام تاني. حركة البندول يا جماعة لها ثلاث مصادر. اول مصدر اللي هو العقل الباطن. يعني مثلا انا ممكن اقول لكم هنا دلوقتي، يعني شايفين الكارت ده فيه اللون اللي هو البينك ده شوية بامبا، فانا عايز اللون ده. فبصوا وانا بنزل البندول هبص الاقي هيبتدي يلف لوحده عند هذا اللون، ده اسمه الحركة من العقل الباطن. لكن في نفس الوقت انا ممكن امر البندول يقف، اقف، هيقف اشتغل تاني مع عقارب الساعة. طب عكس عقارب الساعة، خدت بالكو؟ طب خلينا قدام وورا، اوقف. وضحت يا جماعة؟ ايدينا بتبقى ثابتة يا جماعة، بس خدوا بالكو يا جماعة، الحركة من العقل الباطن والواعي بتمشي من العقل، تنزل على الكتف او المسار بتاع العصب لغاية لما تصل لأنام اطراف الصباع وتحرك البندول. فحركة البندول ليست غريبة، ليست سحر ولا ايا كان يعني اللي بعض الناس بتفكر فيه، هي من العقل الباطن نابعة من الاعصاب. فأنا وريتكم دلوقتي مثالين، اللي هو العقل الباطن لو أنا على لون معين، والعقل الواعي إن أنا بأمر. ممكن بعدين يا منى؟ أيوة من عندي محاضرة دلوقتي. طيب لا ولا إيه؟ وأنتي طيب، باي باي. فأنا زي ما أنا كنت بقول دلوقتي، الثلاث مصادر عقل الباطن، عقل الواعي، والإرادة والعضلات. وريتكم مثلا اللي هو ايه العقل الباطن، العقل الواعي اللي انا بأمر البندول بقول له لف يمين شمال قدام ورا اقف عادي زي ما انتوا شفتوا كده،
وكل واحد فيكم ممكن يصل لهذه الـ 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 الدرجة. الحاجة التانية اللي هي بالإرادة، أنا ممكن أعمله كده، يعني بصوا أنا اللي بلففه بقى، يعني بصوا أنا اللي بلفف إيدي كده، واخدين بالكم؟ فأدي دي التلات حركات، تلات مصادر للحركة البندول. اللي يعنيني يعني هي العقل، استعمال العقل الواعي بيبقى جميل، إن أنا بستعرض عضلاتي، إن أنا أقول له بص أنا بقول للبندول يقف يقف، وأقول له اشتغل اشتغل. فدي بتبقى حلوة في الحالات ده هي. لكن العقل الباطن ده لما بنيجي بنكشف على حد بنبقى عايزين القراءة من العقل الباطن. عند العلاج بنستخدم الحركة اللي هي من الإرادة أو العضلات. ففي تمرين سهل جدا وبسيط جدا، ويعني مفيش أسهل من كده يا جماعة. نجيب ورقة نجيب ورقة مثلا صغيرة كده، يا إما قلم أزرق، واخدين بالكم ده لون أزرق، أعمل واحدة زرقاء وورقة تانية حمراء وورقة تالتة خضراء وواحدة صفراء. لو انا مش لاقي الالوان اكتبها بالحروف زي ما انتم شايفين كده، كتبت ازرق هنتكلم على الموضوع الاتجاه العقارب دي يا دكتور نورمان. بالنسبة يعني لدوران البندول في اتجاه عقارب الساعة، انا ارتضيت او قلت لعقلي انا عايز لما البندول يلف مع عقارب الساعة يكون معناه ان في شيء كويس او نعم، ان المجال مظبوط، وان لما يلف عكس عقارب الساعة يبقى في خلل في المجال. في بعض الناس لا يعجبها الكلام اللي انا بقوله، يقول لك لا هما بيلفوا حوالين الكعب عكس عقارب الساعه، يبقى عكس عقارب الساعه اللي هو ايه الحاجه كويسه، وعكس يعني عكس عقارب الساعه كويسه ومع عقارب الساعه يبقى في خلل. ما تفرقش يا جماعه في اي شيء، احنا نعملها بالطريقه اللي تريحنا. اتحرك يمين مع عقارب الساعة او العكس، احنا اللي بنقول لنفسنا عايزينها بالصورة دي عشان افهم. ما انا قلت يا جماعة الحركة تأتي من العقل الباطن، البندول ما بيتحركش لوحده، احنا اللي بنحدد احنا عايزين نفهم ايه من البندول. فالتمرين ده يا جماعة زي ما انا بقول كده، بنجيب اللي هي ايه، نقول الورقة دي، وبعدين طريقة مسك البندول انا بحط الخيط كله في راحة اليد وابقى ماسك ايه يعني بص كل الخيط جوه، وبعدين ابقى ماسك البندول كده، وبعدين على الازرق ابتدي انزل. هتبص تلاقيه يبتدي يلف عند مرحلة معينة، خدت بالكوا هي دي الورقة الزرق. لو انا شلت الورقة بيقف البندول، ارجع الورقة بيلف. فاخدت بالكم يا جماعه يعني، فبيبقى ده الطول بتاع اللي بيلف على اللون الازرق. ممكن على اللون الاحمر يلف طول اطول شويه او اقصر، مش تفرق. اللون الاصفر يبقى كده، اللون الاخضر يبقى كده مثلا، مش مهم مين الاول، المهم ان انا ابقى عارف الفروقات. الهدف من دي ايه يا جماعة؟ ان انا بعد كده بعد لما بعمل على الاربع الوان، ان انا بعمل بخبي الالوان واكشف على الورق واشوف هيلف عند اي حتة. لو انا عارف ان الطول ده هو بتاع اللون الازرق يبقى الورقة اللي تحته هي الزرق. وضحت يا جماعة؟
يعني فهي دي الفكرة يا جماعة. يعني الهدف هو هنا ان البندول يلف بالعقل الباطن وليس بالعقل الواعي، وهنا بنلف مع عقارب الساعة دلالة ان هو دي الذبذبة بتاعت اللون الاحمر او الازرق اللي انا عامله. ممكن حاجة تانية، ممكن أأمر عقلي إن في يدي في لون أحمر، إن هنا أنا قلت. يعني هي الفكرة كلها يا جماعة اللي في العقل، مش اللون الفعلي اللي موجود هنا، بس أنا بنحاول أقربها أبسطها على قدر الإمكان. يعني ممكن أقول هنا في لون أحمر في إيدي، فأجيب زبزبة الأحمر أهو، بصوا ابتدى يلف. لو أنا غيرت اللون اللي في إيدي الأخضر مش هيلف، هرجعه احمر تاني هتبص تلاقيه يلف. فانا بحاول ان انا ابسط لكم الموضوع يا جماعة على قدر الامكان، وان ممكن نعمل التمرين يا اما بايدينا بالبندول على ورق اللي احنا عايزينه. العقل الباطن زي ما هدى بتقول هو فعلا هو اللي بينفذ. فنخلي بالنا يا جماعة ان هي دي يعني ده التمرين مهم جدا 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 جدا. الى لو قعدت اقول من هنا لغاية السنة الجاية جدا مش كفاية. ممكن هذا التدريب ممكن في الاول يا جماعة واحنا بنعمل البندول نبص كده اعمله انزله ابص الاقيه نزل مني كده، مش مشكلة اروح حاطط ايد حطه تاني وابتدي تاني نزل كله معلش حطه كله تاني. وبين خدوا بالكم بقى وانا بنزل الخيط بيبقى عامل ازاي، ببقى عامل كده كاني بحرك، شايفين صوابعي بحرك كده اهو، يعني كده بصوا كاني بزق بالصباع وبعدين بالصباع التاني وهكذا. لو نزل مني مره واحده مش مشكله احط ارجعه تاني في ايدي وابتدي تاني من الاول. انا في المرحله دي يا جماعه اخدت اسبوعين، ففي بعضكم ممكن تاخدوا يوم تاخدوا يومين تاخدوا شهر تاخدوا اسبوع تاخدوا اسبوعين. كل واحد فينا مختلف يا جماعة، فلا نتعجل. حتى لو هذا التمرين اخد منكم بعض الوقت معلش، بس صدقوني بعد لما تتقنوا هذا التمرين خلاص بعد كده بنجري زي الصاروخ يا جماعة. يعني ما فيش حاجة بعد كده، لان الهدف كله يا جماعة ان احنا نتواصل مع العقل الباطن، والهدف التاني برضو ان انا ابقى واثق، يبقى في ثقة بيني وبين عقلي الباطن. يعني موضوع الثقة ده مهم حتى لا يساورني الشك فيما بعد ذلك. بمعنى ايه؟ يعني اكيد برضو حاجة بتحصل لنا كلنا طول الوقت، نيجي مثلا وانا بفتح الباب وانا خارج من البيت رايح مشوار معين، يجي لنا هاتف بلاش تروح، لكن احنا طبعا بقى لا احنا لا نعرف لا هنروح، مفيش حاجه اسمها مش هنروح. فنروح وبعد ما نروح ونوصل نجد ان كان المفروض ان احنا سمعنا الكلام وما رحناش. واكيد يعني هذه الحدث حصل لكل واحد فيكم، انا كان بيحصل لي كتير. دلوقتي بقيت بقى استخدم البندول اروح ولا ما اروحش من الاول، عايز اجابه بقى من العقل الباطن. بالظبط يا محمد، يعني فهي الفكره كلها بيجي لنا يعني عقلك الباطن بيبقى عارف كل حاجه يا محمد. احنا يعني هي الموضوع كلها ان احنا يبقى في ثقه بيننا وبين عقل الباطن. اول لما نصل لمرحله الثقه خلاص موضوع خلص يا جماعة. ممكن نطبق بقى توازن الطاقة على الإنسان على الحيوان على الطير على المكان على نقل الطاقات على كل ما ممكن يخطر على بالك. فالموضوع جميل جدا بس عايز في الأول نوع من الصبر. استخدام العقل، وبعضكم أو كتير منكم سمع هذه القصة قبل كده، بس هرجع أقولها للمغزى بتاعها دلوقتي. انا لا كل واحد فينا يا جماعه لما بيعمل شاي بيعمله فين؟ بيعمله عند الكمبيوتر ولا بيعمله في المطبخ؟ بيعمله في المطبخ. طيب لما بنعمله في المطبخ بنبقى شايفين ايه اللي في المطبخ؟ لا، بيبقى المطبخ هناك واحنا قاعدين عند الكمبيوتر في حجره اخرى.
فاللي بيحصل بنضع البراد الشاي على النار، نرجع بعد شوية تقدير كده بنقدر هنرجع ايه. فاحيانا كتير اللي كان بيحصل ان الشاي يفور ويوسخ البوتاجاز، فالمحصلة ايه؟ لازم انضف، او الاكل يتحرق لو انا سايب اكل على النار ويلزق في قعر الحل. بالمناسبة يا جماعة، محدش يستخدم الحلل التيفال اللي هي الحلل اللي بتدعي لا الاكل ما بيلزقش فيها، دي يعني ضارة الى اقصى درجة، ابعدوا عنها تماما. يعني انا كان عندي من هذه الحلل بس حولتها لأوعية كده، حط فيها فحم، حط فيها زلط، حط فيها رمل. ليه؟ لا عايز تقرا، عايز تعرف ليه يا محمد؟ خش على النت ودور، اكتب تيفال، مدار التيفال، هيطلع لك بقى كل المقالات اللي بتشرح لك. لان المادة دي هو بيقول لك ما تجرحهاش، لكن حتى من غير ما تتجرح بتطلع غازات وبتطلع حاجات تانية، يعني اعوذ بالله، يعني بتعمل حاجات مش كويسة. فالفكرة ايه يا جماعة؟ نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو استخدام العقل. فانا كان بيحصل معايا ان الشاي بيفور وارجع اقعد انضف وبتاع، مش معقول يا جماعه اقعد انا كل شويه انضف، يعني شغلانه بقى. فقلت طب انا استخدم عقلي، قلت لعقلي، امرت عقلي او قلت لعقلي او جعلت في نيتي ان انا ارجع المطبخ قبل مرحله الفوران. وفعلا يا جماعه هو ده اللي بيحصل. ليه؟ لانك بكل بساطه امرت عقلك. اصل هي حاجه من الاثنين، يا اما عقلك بيمشيك او انت اللي بتمشي عقلك، يعني ما فيهاش حاجه ثالثه، يا اما انت اللي بتمشي عقلك او هو اللي بيمشيك. فلازم نبقى واعيين لهذا الفرق. فانا بامر عقلي بقول له لا انا عايز ارجع المطبخ قبل ما يفور. لازم انا اللي بشغل عقلي مش هو اللي شغال. فزي ما انا قلت لكم دي انا الفكره كلها، بس انا بقولها تاني للدلاله على قوه العقل. وفي نفس الوقت لو عايزين ناكل اكل كويس وصحي، اقول لنفسي عايز اكل الاكل السليم، النوعيه الصح، بالكميه الصح، في الوقت الصح، بالترتيب الصح. كلنا معروفين احنا كبلاد شرقية ان اي وجبة بناكلها مكونة من عدة اطعمة، ابسطها الفطار. الفطار في زيتون ومربى وعسل وعيش وجبنة كل بلد فينا لها الطقوس بتاعتها المختلفة. طب اكل باي ترتيب؟ كل اكل في حد ذاته بيعمل تفاعل كيماوي في الجسم، ف الترتيب الامثل بالنسبه لي انا هو ده اللي انا عايزه. فانا اقول لنفسي ان انا عايز اكل بالترتيب الصح. خدت بالكم يا جماعه؟ عشان يحصل ايه؟ عشان يبقى الموضوع الاكل صحي واستفيد منه. وبعدين الترتيب الصح بالنسبه لي ممكن يكون العكس تماما بالنسبه لاي منكم، يعني تختلف من انسان لاخر. استخدم عقلي، انا عايز اخرج في الوقت المناسب عشان اوصل في الميعاد اللي انا محدده. عايز ان انا اقول القول الصح لتحقيق الغرض من اللي انا بقوله، عشان ما اقعدش ازيد فيه واقعد اقنع واشرح واقعد اقول كل الكلام ده تاني. فهي كلها يا جماعه كلها استخدام للعقل، ليس اكثر من ذلك. فهنا بيقول في زائر بيقول يمكن اشغله للاستيقاظ بكرا. ما هو بيشتغل كده لوحده يا زائر، يعني اكيد كلنا بيبقى ورانا ميعاد محدد اليوم تاني يوم الصبح، ونستيقظ قبل المنبه وقبل ان يوقظنا احد. ليه؟ ما هو بالعقل يا جماعه، بالنيه يا امال. احنا قلنا ايه؟ بالعقل والقلب والنية، مفيش اكتر من كده. تأمري عقلك انا عايزك تصحيني الساعة كذا،
خلاص موضوع خلص. فالموضوع يعني بسيط بس هو لازم يتعمل. خدتوا بالكم يا جماعه؟ طيب الطاقات المختلفه يا جماعه ممكن بالبندول، يعني هي المرحله الاولى يا جماعه ان احنا نعمل مع الالوان، وزي ما انا قلت هدف موضوع الالوان في الاول هو التواصل مع العقل الباطن وبناء الثقه بيننا وبين العقل الباطن، لان بعد كده المرحله اللي بعد كده يا اما بكتب طاقه معينه انا عايزها، او يا اما بكتب طاقه، بكتب اسم شخص عشان اكشف عليه وعالجه. فعشان كده مطلوب التمرين الاولاني للدقة وللتواصل مع العقل، ثقة في المعلومة. فعشان كده يعني ما يهمكوش اذا الموضوع طول شوية، اصبروا، لا يمنع ان هو يكون تاخده اسبوع، 10 ايام، 20 يوم عشان يشتغل، لكن النتيجة اول لما يشتغل خلاص اشتغل الموضوع خلص، يعني هتعملوا بقى مليون حاجة بعد كده. فممكن هنا بالبندول معرفة ذبذبات الطاقات المختلفة، ودي ده عنوان المحاضرة الأسبوع القادم. فلكن أنا بديكم نبذة حاجة بسيطة عنها، اللي هي طاقة التحلية، الاستغناء عن السكر. يعني بكتب طاقة التحلية على ورقة، لو فرضنا أن أنا كتبت هنا طاقة التحلية، اجيب طاقة التحلية كده اهو، او يعني هنبتدي من الاول. طب مكتوب هنا طاقة التحلية، بص ابتدى يلف اهو مع عقارب الساعة. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ طب انا عرفت ان ده المقدار ده هو طاقة التحلية، طب هعمل بيها ايه طاقة التحلية؟ هجيب الكوب اللي انا هشرب فيه الشاي او المشروب، لو فرضنا ان ده الكوب، واروح جاي هنا كده، وانا اللي لفف البندول بالاراده هنا او بالعضلات في اتجاه عقارب الساعه مع تخيل اللون الذهبي يملا الكوب. هو اللي بيحصل ايه يا جماعه عشان برضو ما يبقاش فيه توقع غلط؟ اللي بيشرب مشروبات بسكر، اللي بيحصل ان لو ما فيش سكر بيبقى الطعم غير مستساغ. فلما بنعمل طاقه التحليه بيبقى الطعم بدون سكر مستساغ وبيبقى مقبول للشخص. فهي الفكرة، يعني ما تنتظرش ان هو يبقى محلى كالسكر، ولكن بيبقى مستساغ، بيبقى مقبول. يعني انا اقول لكم حصلت حاجة معايا النهاردة وانا بتغدى، فلقيت كده في طعم الاكل حاجة مش، يعني مش عجباني، مش على مزاجي يعني. رحت عامل ايه بقى؟ عملت طاقة الاكل بمزاجي انا، وعملته، فبقيت لما اخد بالمعلقة بقى حلو كده، بقى مظبوط. ممكن يا محمد. فاخدت بالكم من استعمالها؟ يعني ما لما بندرك احنا ان احنا ممكن نستخدم عقلنا ونستخدم توازن الطاقة ممكن نعمل حاجات كتير قوي. حاجة تانية كتير قوي، كلنا مثلا بنحب الملح، ممكن نخلص نص الطبق اللي قدامنا مع بال ما ناخد بالنا ان الملح ناقص. طب وانا لسه هقوم اروح اجيب ملح لو الملح مش قريب، يعني اروح عامل طاقة الملح، هتبص تلاقي الملح بقى الاكل فيه طعم الملح. فهي غير الطاقة الأولانية بقى اللي أنا قلتها، إيه أنا هظبطه كده، الطاقة لمزاجي أنا، لمزاج طعمي، المذاق عندي. وسبحان الله أكلته كان جميل جدا. فهي دي كلها أفكار يا جماعة. فإحنا اتكلمنا على طاقة التحلية. الطاقة اللي بعد كده طاقة مياه زمزم. طيب ما أنا رح كاتب طاقة ماء، أكتب ماء زمزم. وبالبندول افضل انزل لغايه لما احدد ذبذبه طاقه ماء زمزم، وبعدين اعدي على مصادر المياه في المنزل، واخلي البندول يلف مع عقارب الساعه فوق الحنفيه
عندنا في الحمام في الحوض والدش، في المطبخ في الحنفية أو الفلتر، ولفف البندول فوقيهم مع اتجاه عقارب الساعة مع تخيل اللون الذهبي يملأ هذه الحنفية. هبص الاقي ان فعلا طاقة ماء زمزم بتيجي في المياه، وفعلا عندي كذا حد جم وذاقوا الماء من عندي وقالوا لي فعلا قريبة من ماء زمزم. انا لا اتذكر طعم ماء زمزم لان لم اذهب الى السعودية. الله اعلم يا امل، يعني انا ما اعرفش في موضوع المغناطيس ده، هو ولكن القوة العقلية اقوى من المغناطيس واقوى من موضوع الاحجار الكريمة واقوى من كل هذا الكلام. فخلينا في عقلنا احنا يا جماعة، كل عقل هنا موجود هنا. احنا عندنا كم عقل هنا؟ عندنا حوالي 22 عقل. كل عقل واحد فينا به من القوة أقوى من المغناطيس وأقوى من الأحجار الكريمة أو أقوى ما يقال على الأحجار الكريمة. فخلينا على هذا الأساس يا جماعة. الحمد لله ربنا أعطانا هذه القدرة العقلية وأعطانا هذه القوة وأعطانا هذه القوة والقوة المختلفة. الطاقة التانية اللي جميلة جدا طاقة الإبداع، تنشيط التفكير والتدبر. طاقة الإبداع دي جميلة جدا يا جماعة، أنا عملتها لنفسي ولأولادي والحمد لله بصيت لقيت نفسي بطلع بأفكار بتساعدني جدا. يعني المتواصلين معايا فيه، أنا عملت جروب حلي الحلوين فريد محمد خطاب والحمد لله التصميمات بتلاقي إعجاب الكثيرين. فدي يعني أنا هجيبها منين؟ هي الواحد. وبعدين النقطة التانية يا جماعة ان كل هذه الطاقات موجودة بداخلنا، احنا بس بنفتكرها ونفعلها مش اكتر من كده. الطاقة اللي بعد كده طاقة الوصول ل 65 كيلو صحيا سواء تخسيس او سمنة. ما ممكن واحد 55 وعايز يوصل 65 او واحد 75 وعايز يوصل 65. فبنستخدم توازن الطاقة ونقل الطاقات لعمل ذلك. ومفيش حدود يا جماعة للي ممكن العقل يعمله. فخلي عقلنا مفتوح للكثير من الاحتمالات. كل لما نتزنق في شيء طب احلها ازاي؟ اكيد ليها حل، مفيش حاجة ملهاش حل، كل حاجة ليها حل يا جماعة. فهنيجي بعد كده السلايد اللي بعده اللي هي الرسمه دي. والرسمه دي يا جماعه يعني موجوده على الجروب عندنا، او اي رسمه انتوا تعملوها مش شرط الرسمه دي بالذات. يعني المرحله بعد لما بنعدي مرحله الالوان، ادي اسمي اهو موجود فريد محمد خطاب. فانا هعمل ايه؟ عايز اجيب زبزبه فريد محمد خطاب، ابص انزل البندول لغايه لما يلف او لف كده، يبقى ده اللي انا هشتغل بيه. فبصوا يا جماعه ادي الورقه اللي هي موجوده في السلايد. فممكن اعمل ايه دلوقتي والبندول مظبوط على فريد خطاب؟ ابتدي اشوف هنا امشي على الرسمه من اولها لغايه من الراس لاسفل القدم، من الامام ومن الخلف. واللي مكتوب في النص يا جماعه ده هو دي اسماء الغدد، عشان بالمره وانا بكشف على المجال الكهرومغناطيسي اكشف على الغدد. فاللي بيحصل ايه؟ لو فرضنا البندول لف عكس عقارب الساعه في نقط معينه وانا بكشف، كل اللي عليا اعمله ان انا الفف البندول كده فوق النقطة دي، انا اللي بلففه في اتجاه عقارب الساعة مع تخيل اللون الذهبي يملأ هذه النقطة. كده يبقى انا عملت العلاج. بعد ما اعمل علاج للنقطة دي ارجع البندول تاني فوق النقطة
هبص الاقيه يلف باتجاه عقارب الساعه، وكل ده على ذبذبه الشخص. انا بالنسبه لي كنت بشتغل على فريد خطاب، فلو حد بيشتغل على شخص اخر يبقى بيجيب ذبذبه الشخص الاخر. فاخدت بالكم يا جماعه من الفكره؟ ف الشق الثاني بقى من الرسمه ده هي اللي هي الرسمه دي اللي هي دي جيناتيك ماب اللي هي الخريطه الجينيه. في بعض الامراض يا جماعه وراثيه او متعلقه بالجينات، فاحنا طبعا يعني بستخدم الجيناتيك ماب دي سواء دي او غيرها. يعني لو انا مثلا كتبت الخريطه الجينيه او جيناتيك ماب على جوجل هيطلع لي حاجات كتير قوي، انقي الشكل اللي يعجبني واستخدمه. وبرده وانا عند نفس الذبذبه بتاعت فريد خطاب او الشخص هحط الورقه كده اللي هي الجينات دي وامشي عليها حته حته، امشي عليها من الاول هنا كده، من هنا من الاول اوصل للاخر، وبعدين ابتدي اخدها دي كده هنا كده، خدها واحده واحده. لو البندول لف عكس عقارب الساعه في اي مرحله من الجينات دهيت، انا الففه مع اتجاه عقارب الساعه مع اللون الذهبي، خلاص ابقى عالجت الخلل. لان ممكن تكون حاجه موجوده في الجينات لكن لم تظهر بعد، فانا بلحق نفسي ان انا بعالج نفسي. ابسط الامور ان انا بعالج نفسي قبل ما الحدث. فناخد بالنا يا جماعه ده برضو استخدام اخر للصور للحاجات ده هي. فالنجاحات يا جماعه كتيره جدا. وبعدين من بما اننا كنا بنتكلم على الجينيتك ماب، يعني انا كذا مره برضو جاء الهيومن بودي، جاء زي ما تقول اطلس الجسم. يعني بتبصوا ادي شكل الجسم، ده القلب. فالكتاب ده هو بيبقى فيه مليان معلومات قيمة جدا، وبيساعدني الى جانب المعلومات. اولا انا بتعلم لما بستخدم الكتاب في العلاج. الحاجة التانية الدقة، يعني بيبقى فيه صور للجلد ولطبقات الجلد والخلية والقلب والكلى والكبد والرحم وكل اعضاء الجسم بتبقى موجودة في هذه الكتب. فالحصول على هذه الكتب يا جماعة مفيد جدا جدا جدا، بيفيدنا في أشياء كثيرة جدا، أبسطها الدقة في العلاج. اللون الذهبي يا محمد هم يعني على حسب ما قيل لي إنه ذبذبته عالية من الناحية الشفائية، لكن ممكن تقرأ كلام كتير يعني فخلينا خلي الامور مبسطه يا محمد. فنجاحات توازن الطاقه، عندنا الحمد لله عالجت الكثير من حالات السرطان، حصل كلى، اورام الثدي، الام المفاصل والظهر، علاج خيول وطيور، علاج للنبات ونمو احسن. فالموضوع في حد ذاته يعني مشوق وجميل، غير ان احنا يا جماعة في الاخر يعني بنبص نلاقي ان احنا بنفهم ان عندنا القدرة. وبعدين القدرة دي ما جاتش من بره، هي ربنا اللي اديها لنا بس احنا ما بنستعملهاش. فالقدرة العقلية دي ربنا اعطانا هذه القدرة فنستخدمها، مش اكتر من كده. اللي مقتنع ان عقله مش هيقدر يعمل كده ما يعملش، يعني خليه مستريح.
كل واحد فينا ينقي الشيء اللي يريح. هنا دلوقتي يا جماعة يعني مجال مفتوح، للأسئلة. وطبعا قبل أن أنسى، الشكر لكل من ساهم في المحاضرة، والشكر للحاضرين وللقاعة ولكل الموجودين. يعني لولا وجودكم ما كانش هيبقى فيه محاضرة من أصله. وطبعا أشكركم جدا لحسن استماعكم، فأرجوكم لو في أي أسئلة تفضلوا. فهو ده يعني ملخص المحاضرة بكل بساطة جدا. و مش عارف اقول ايه تاني، يعني المحاضرات القادمة هتوضح اكتر يعني ان شاء الله. وشكرا لكم.